بسم الله الرحمن الرحيم. أنا البنت دري بنت محمد، شابة سعودية سعيدة وفخورة باللي يحصل في بلدنا من تطور بالنسبة لشاباتنا وشبابنا في جميع التخصصات في جميع المجالات تحت قيادتنا الرشيدة، تماشيا مع رؤية 2030. أتشرف برعاية افتتاح معرض أعراسنا لعام 2020 في فندق الريتز كارلتون. أرى في هذا المعرض فرصة لجميع شبابنا وشاباتنا السعوديين لبداية مرحلة جديدة لحياتهم العملية. أتمنى النجاح والتوفيق لكل المشاركين من مصممين ومصممات ولكل القائمين على هذا المعرض الكبير.